السلام عليكم. زار والي ولاية البليده الموقع نتاع المشروع نتاع الطريق الاجتنابي للمدينه الجديده نتاع بوينان، واللي المشروع هذا انطلق مع انطلاق يعني تقريبا المدينه الجديده، لكن عرف تأخر كبير، وفيه لأنه المرور تاع السيارات عبر المدن القديمه نتاع بوينان وكذلك المدينه تاع المحروسه. إذن هذه الزوج مدن اللي الطرق ضيقة فيهم، لابد يكون فيه طريق اجتنابي لتفادي الاكتظاظ، لتعرفوا هذه البلديات الواقعة وسط المدينة الجديدة تاع بوينان. إذن كان من الأهم والأجدر أن تنتهي الأشغال بهذا الطريق الاجتنابي اللي سوف أكيد يجنب كثير من المشاكل والمشقات لحركة المرور على المحور الرئيسي نتاع المدينة نتاع بوينان، واللي يمر كما قلنا على المدن القديمة، البلديات القديمة تاع المحروسة والبلدية القديمة تاع بوينان. إذن لابد من إنجاز هذا الطريق الاجتنابي. نترككم تتابعون هذه الزيارة نتاع والي ولاية بوليدة إلى موقع المشروع، والسلام عليكم.